ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي الطالب في درس جديد من دروس تعليم العود بأسلوب مميز عن بعد. درسنا اليوم هو أغنية دخلك يا طير المروار للسيدة فيروز. سنبدأ الأغنية. الجملة الأولى من الأغنية هي مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي، إذن هي 10 نغمات، نحتاج إلى ضرب 10 ضربات في الريشة وهنا العفو. إذن مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي، 10 نغمات. نبدأ مي بالإصبع الثاني على الوتر الثالث، فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث، صول وتر ثاني مطلق، لا وتر ثاني على الإصبع الثاني، وتر ثاني بالإصبع الثاني، نعم، صول صول وتر ثاني مطلق، فا فا وتر ثالث بالإصبع الثالث، مي مي وتر ثالث بالإصبع الثاني. إذن مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي، أبطأ من ذلك، مي فا صول لا صول صول فا فا مي. وهنا أود أن أنوه عزيز الطالب أنه طالما بدأت بطيء سأستمر بطيء، إذا بدأت متوسط أستمر متوسط، وإذا بدأت سريع أستمر سريع. لا يعني تمكني من بعض النغمات والبعض الآخر لا، عندما أصل النغمات التي بتمكن منها أقوم بزيادة سرعة عزفي، لا، هذا يؤدي إلى الخروج عن الإيقاع والنغم. إذن الآن نبدأ مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي. نأتي للجزء الثاني منه وهو صول لا سي دو صول لا سي دو، 4 نغمات، صول وتر ثاني مطلق، لا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني، سي بالإصبع الرابع على الوتر الثاني، دو وتر أول مطلق، صول لا سي دو صول لا سي دو صول لا سي دو صول لا سي دو صول لا سي دو. جميل. إذا نربط الآن ما بين الجزئين. الجزء الأول كان مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي صول لا سي دو، نعيد مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي صول لا سي دو. الآن الجزء الثالث وهو ري مي فا صول فا فا مي مي ري ري، 10 نغمات، ري وتر ثالث مطلق، مي بالإصبع الثاني على الوتر الثالث، فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث، صول وتر ثاني مطلق، فا فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث، مي مي بالإصبع الثاني على الوتر الثالث، ري ري وتر ثالث مطلق. إذا ري مي فا صول فا فا مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي، الثاني صول لا سي دو، الجزء الثالث ري مي فا صول فا فا مي مي ري ري. سندمج هذه الثلاث أجزاء، ويجب عليك عزيزي الطالب أن تتمرن على كل جزء على حدة حتى لا تدخل الأمور في بعضها، كل ما تتمكن من مقطع تنتقل لمقطع آخر. نبدأ مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي صول لا سي دو، نعيد مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي صول لا سي دو. الآن الجزء الثالث ري مي فا صول فا فا مي مي ري ري. اثنين، اثنين تعني عزيزي الطالب زمن سكوت، تسكت في هذه الفترة. نعيد مي فا صول لا
sol fa fa mi sol la si do mi fa sol la sol sol fa fa mi sol la si do mi fa sol fa fa mi do re mi اثنين. الآن بقي لدي الجزء الرابع والأخير وهو شبيه في الجزء الثالث ولكن الخاتمة تختلف، القفلة. هنا سنقول ري مي فا صول فا فا مي مي ري مي فا صول 12 نغمة، سنزود نغمتين. أوكي، إذا نبدأ ري ذات الثالث مطلق، مي بالإصبع الثاني على الثالث، فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث، صول وتر ثاني مطلق، فا فا وتر ثالث إصبع ثالث، مي مي وتر ثاني عفوا وتر ثالث إصبع ثاني، ري وتر ثالث مطلق، مي بالإصبع الثاني على الوتر الثالث، فا بالإصبع الثالث على الوتر الثالث، وصول بالإصبع وتر مطلق ثاني. إذا الجملة الأخيرة أصبحت ري فا صول فا فا مي مي ري مي فا صول. إذا الجملة الأخيرة الرابعة ري مي فا صول فا فا مي مي ري مي فا صول. نستعرض الأربع جمل معنا من البداية. الجملة الأولى مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي. الثانية صول لا سي دو. الثالثة ري مي فا صول فا فا مي مي ري مي. الرابعة ري مي فا صول فا فا مي مي ري مي فا صول. والمغنى في هذه الأغنية يقول موسيقى فقط ليس فيها مغنى، ثم يعيد نفس الجملة الأولى ولكن بمغنى آخر، سيقول لا لمي صوب مشوار مي فا صول لا صول صول فا فا مي مي. أيضا صول لا سي دو اللازمة. إذا المقطع الأول الجزء الأول والثاني يتكرر مرتين، أول مرة بمغنى والثاني مرة بمغنى مختلف. نعيد لك يا طير الغرور صلى سيدا تحلم من صوب النشور صلى سيدا. الآن نقوم بإضافة الجزء الثالث والرابع وهو سلمي على الحبايب ريمي فا صول فا فا مي مي ريمي. والجزء الرابع خبرني بحال شو صار ريمي فا صول فا فا مي مي ريمي فا صول. عزيزي الطالب كما نوهت سابقا يجب التمرن على كل جزء على حدة حتى تتمكن، كل ما تتمكن من جزء تنتقل لجزء آخر. أتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا الدرس وتقبلوا تحياتي.